أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المقصد الأول في المرفوعات: الأسماء المرفوعة، وهي ثمانية أقسام: الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ والخبر، وخبر إن وأخواتها، واسم كان وأخواتها، واسم ما ولا المشبهتين بليس، وخبر لا التي لنفي الجنس. أفرمي بشي مقصدي أول ما لم تبدأ لما اسم مرفوع كان قصدكات زور باش. أفرمي اسم مرفوع كان شندن هش باش. أوليا فاعلة مفعولة كناي فاعلة كذكرنا كتابيني ناي فاعل، مبتدا خبر خبري إن أخواتي إن يعني هم نوع كان إن بقي وكو أنو كأنو لكنو لعلو ليتا. أم جاء اسمي كانو هم نوع كان كان أفعال ناقصة كوان جدين. دواتر اسمي مولاي مشابه بليس. أم جاء خبري لا ينفي جنس. أما أنا داخلي مرفوعات دو ثلاثة مرفوعات هي كان مرفوعات أقل لها لتان برسن جمع إيشيا دلنا جمع إيشيا جمع مرفوع. أي بو بعرف بتجمع كلاوت والدليل كي ند نقول لها مرفوعون. أولا آخري بحثي اسم لم تبدأ إما دي خوينين كجمع مذكري سالم يجي لشرط كاني أويك جمع كبوا وبنون بيو يا بيو وبنون بيت لحاطي رفع النصب الجردة حتما ده بيو مذكري حقيقي بيو يخو مرفوع كلمة كي مذكرة لفظكي بلان لحقيقة مذكر نية مذكري حقيقي أو يلا برابر أو مذكرة دا يا مؤنسي حقيقي لبرابر مؤنسة كانية ركبه لبرابر مذكرة كامية كبه خو أما لفظكي مذكرة فاز أوي كلا لفظ دا مذكر بو بجمعي مذكري سالم جمع نابستريت بلكو بجمعي بألف بتيد بدو إن شاء الله لدى بحثي ليك بحثي دوم لسا مرفوعات أو يا شيخ نحات سيبويه رحمه الله لا الكتاب ده منصوباتي بس المرفوعاتها فيش قصته يعني بيشتر قسل منصوبات ده كادوا يقسل مرفوعات ده لو ده بوجهتنية كمنصوباتي في أصل به ومرفوعاتي في فرع به بوجهتنية كده فرميت شونك اسم منصوبة كان هميشة زورترن فاشتي زور لبحث وذكر ده اللي بيشتره جدوات المرفوعات بيان لك. القسم الأول الفاعل بشي أولمان قصلا فاعليك إما لم فصليا فصلك تقريبا أويك الزروري بيه هر تنبر اجتماع وانا قلت ليه بلا نوا عندس بيرد ليه بشوينيك بكتابة اللي تيبا كانيك إن شاء الله بلا نويك وكو باري بيويس بيداويسي إما بيه الظاهر لن فصلا دا براسيك لعا فاعل في جوك تعريف فاعل كين او اش تذكر كين علماء جوري نحو ككتب يعني هي لا علم نحو ده لمرفوعات دو جور دس بيدك جوري كان مبتدا له في شو بيان ده كان جوري كان فاعل له في شو بيان لكتب كاني علامه زمخشري ابن حاجب ده دواتر همشي فاعلي بيش دخل رأيي أن نسأل أويا بدودة للفاعل بيش ويش فاعل جزء كالفعل واتلا عاملك يا أخوي شون كفعلي بفاعل وجودي نية دو عاملي فاعل عاملي لفظية ولا عاملي متدا عاملي معنوية فس عاملي لفظية مقدم ترى بلان سيبويه دوم كابن مالك أخوي لرازي بيه او اونده كمان اقام لها حمله تسهيل ده حمله كافيه خوي ده وحمله الفيه ده فاعل يفش دخل ايج البته برا دليلي هي ابو اوه جاء فاس اصل لمرفوعاته اختلاف لسره براك في اوايا اصلي تريني اسم مرفوع كان فاعله براك ايش في اوايا اصلي تريني انتيا مبتدايا ام اختلافها هي الوقت زور باش فاعل تيا
أم جابوا مخوينا إيوة النسرة وكل اسم قبله تي وهو كل اسم قبله تي أو هي غلط أو هي غلط هذا ولا غلط أو هي غلط حرف فعلنا طاوب لنسخيش كذا بجيش شبهه صفتها تو فرقناك هات الصفة بتشبهه أو أندلس الشيء تانية فعند الله هر اسمك ذا جوان جواب قدر هر اسمك بيج أو اسمي فعل هبيو يا شبه فعل لنسخيش كذا بجيش بفعل صفتها تو كل اسم قبله فعل أو صفة صفة منظور بوانك عمل دكان وكو اسم فاعل ومفعول أوانا بس فاعل هاد اسمك اللي بيش كيرا اللي بيش فاعل كيرا عامل كيك فعل بيا شبه فعل بيه هاتبت أم زادي قد فرمو أسند إليه إسناد رابي فعلك إليه برو فاعلك على معنى أنه قائم به لا واقع عليه بمعنى يا ربتي فعلك يا شبه فعلك تدري بفعلك ارتباط لبين فعل وفعل هذا الزبد بمعنى يا كأو فعل يا أو شبه فعل ربتي هي وبستقي هي بتيوا بفعلك ونقل سر فعلك واقعب بإجراب بيت إيدو مكان شي دقلة ثانية نايف فعل دقلة ثانية أيوان يا كلا ضرب زيدون لدانك بزيدوني لبدا لضرب زيدون دا لدانك قيامي هيو بستقي هي بتشيوا بزيديوا بلان لضرب زيدون دا نا لسري واقع بوا ايوانيا كتكاريك بو زيد رويداوا زيك تكي نوشان دوا فعلك بويو بيت لان داو فعلك لسر اوي انجام بوا بس أنجام داني فعل بفاعلية أو على معنى أنه قائم به بمعنى كفعلك أنجام دانك بتيا بفاعلة لا واقع عليه زور باشا ليه ده دو جاء مثال كان باخوينين قام زيد أما مثال فعل كفاعلك فعل فاعل أما أمر الله إنما فعل فاعلة نسبتي حصانك درا وبفاعلك وتفاعلك لردا خاوني هستانك يا بوكي زيد خاوني شيا خاوني هستانك قام زيد زيد هستانك ارتباطي هي بتشوا بزيد يو زيد وزيد ضارب ابوه ثالثي استلردا ابك فاعل شاهدك يا اويا اب كاذا فكر ابرهك وفاعل ابو فعل فعل ضاربنا عاملك فعلني شبه فعله استي الربتي ضاربك دراوبو تيبو فاعب وفاعلك يخوي كتكعب بس انجام داني فعلك كعملي الزربة استي ربتي هي بچوا بأبي وأفرين مثالك دينته وما ضرب زيد عمرا زيد لعمري نداو أما إشارتك كي سبحتك أنا مثال بهنا لبالان بيشتر يك مطلب ضروري دارك كل اسم حرشي اسمك جاء هالشي اسمه دوش دقري كوا يكيان أوكا اسمي حقيقي بس هو ضرب زيدون يصير ضرب زيدون أما زيد اسمي حقيقي ويا بلان جاري ويا اسم صريحني وبلكم مؤولة يعني شي يعني اسم كلت أو اسمه للفزة اسمنية بلكم لتأويل هذا بيت اسم ده بيت فاعل للفزة كتما شايدكي اسمني وفاعل ببال كل تأويل هذا بيتانه مثالك آيات يكتام بي الله متوان بنسن ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم سورة حديدة ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم كدي قد كي لبدا يأني فعلي مزارعة أن تخشع قلوبهم دي قد كي أنا كو سلكي لتأويل مصدر دان دبتتي ألم يأني للذين آمنوا خشوع قلوبهم بس أول شهر تقول تواني أقر كلمة لتأويل دبته واسم دبت فاعل بل أم قاعدة فاعل أحد كبت
ألم يكفي عليهم أنا أنزلنا عليهم؟ يعني أولم يكفيهم إنزالنا؟ أها. فز آنش كلا تأويل دبن وفاعل هربر أم قسم بتعريف فاعل لك فرق معك. أم جاء اللسر أسند إليه أها مثالي أم 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 مثالك يناتو ما ضرب زين عمرا بوي هنا وتعالى. أجد دقت كي منظور بإسناد لرداتيا. جا جوان جو بقلا منظور بإسناد أويا يعني عامتر لإيجاب لمصبة منفي. يسأل ضرب زيد مصبت وظاهرة في جملة ضلي زيد عملك إنزام دعوة بلام ما ضرب زيد عمرا نقص سؤال خب باب خطو ضلي زيد لعمله دعوة و دي شون فاعله إيما دلين برهم كاري نحوي بياني حكمي لفظي أبو أو كلماته بياني معاني نية خو اگر تو اول یک دیدی توانه لضرب زیدون اجدا او اشتهر درود ده اتونا لضرب زیدون دی شادوانه گفت مگه خبر نیا خبر محتمل صدق کی زبنیا پس اسناده که لیش خود دکیوتا جر پرسیاره که اولا نالا ضرب زیدون ایدروی کرد دروزن یک دید لضرب زیدون کس من باور من پینیا جمله که بظاهر مثبتش اداتی نفید سر نیا دیخو اگر اتو اولی گودی او اسنادا لیش ادو ساری چشده بیا که تو پیدوا به لما اظهر بازد الامران دادو ساری چشده بیا پس کاری نحوی او نیا که آیا که تو دلی اظهر بازدون آیا لواقع اوشترو داو یارونه دا او کاری نحوی نیا کاری نحوی او اشتی لزمان دیت دروا قواعد یکو ضوابط یکل بود دادن یک صحیح درستی و اخوینی ارتباطي كلمة كان لقال يا كاسب يا صاحبي اتجا امجا معنى ضرب زيد لخارجة لواقعة صورتي قلتو تحققها نيتي هايتي او كاري نحويني او كاكو يعني ايما دبي وظيفي كاري خو من بزاني حالو يباوكي من كابرا كدروزنا وديدالي بفرز مثال صلى زيد او زيد نيوجي خوينت اتر ايما بو ام لفزي ام كابرا كأم تركيبه قتوى على فعل فاعله رحمتي قال بارتباطي صلاة روابط يوم زيد يوم واتا فاعلك خاوني فعلك إتر أمجا لخارجة لواقعة لدروي أم بحث نحويا زيد نيجي خوين دوايا هر تارك الصلاة أو كاري نحويني أو جولي باوكي بنت فس كاري نحوي أو إما قصيك دكين بعربي علمي نحو ضوابطك من بولادني كأم ارتباطي أم كلمة لقاليك بصورة درستو ركو بيك بيت أم ذات يم قشتن خوكو علمي فيزيك نية كابلين لفيزيك أشتيك محسوس من المذنب إيتر برحال خو لو تشوارتي واخ قصيري ناكلت لبي حتلا نشتكا وجودي ببيت تاوكو من بين سيري أزمايشي لسر كنادا خوايا واني أم واني أمشتا فقد بياني حكامات اللفزية إذا أمزا زي اللي داو اللي عنداو إذا كان يمن يو بس عالبون بس إرسنال يعني أو ارتباط اللفزي بوجي نقل معنا دا حتما دا بزي كتاكا كي وشان بيت أمشتتان لبيل بيت دور باش وكل فعل لا بد له من فاعل هر شيء كفي دلان فعل دا بفاعل ببيت جا كلك أمانا دا قلتاني أقا ديقاتكم فعلك جامد بيه يا مشتق بلين متعدي به يا لازم به مجرد به يا مزيد فيه به سالم به يا غير سالم به او اي بي بقول له فاعل فاعل دي بيت بي ستي جاء وقتها مظهرا كان او مضمرا فاعلك تفاودناك تشيشيغني له ودا فاعل مهم او فاعل به اذا امتى تشيشيغني فاعلك اسم ظاهرة يا اسم زميلة اقا ظاهر بيوكو ذهب زيد انسي زيد اسمي ظاهرة وفاعل ذهب او مضمرا يا اقا مصمر بيوكو جي زيد ذهب ذهب فاعلك لنا وخوي داها كتيك هو اي هو وان كان متعديا كان له مفعول به ايضا منصوب اقا رش فعلك متعدي بو واتا
فعلك كسدورك إلى فاعل رادبت هر ارتباطي بفاعلك ونامنه نيازي بمتعلقك كلا دروي فاعل أو متعلقك مفعول به طلع أجل متعديبو مفعول به شي دبي دوبارة وكفاعله مفعول به شي دبي مصر دبي مفعول بيك هو كبحث لي وجدك لباسي بلين منصوباته زور باشا وكو زيد ضرب عمرا او ضرب فاعلك هو اللي شتا ابو زيد عمرا جو مفعول كي تجي لك لو منصوب لك بوتونكا فعلك فعل متعدي فان كان الفاعل مظهرا وحد الفعل ابدا اجر فاعل كمان اسم ظاهر بو وحد الفعل ابدا اجر فاعل كمان اسم ظاهر بو جوان دي قد فعل من باب الجن فعل كمان اسم ظاهر بو فعل حميشة بمفردي ديت جاء اتر فرقناك فعل كمان امزة تصنيية مفردة يا جمع مشكلة اقنية ما دام فعل اسم ظاهر بو اما قاعديك عامة بزانا فعل اسم ظاهر بو مفرد بو تصنيية بو جمع بو فعلك بصيغة مفرد ديت وتيجي ايش لشتكا اما قاعديك عامة قابلين دسكارينيو وكوتي ضرب زيد اسم ظاهر كمان زيد فاعل فعلك بمفرديات وضرب بصيغي كصيغي صيغي مفرد مذكر وايا ضرب الزيداني فعل كمان اسم ظاهر كزيدان زيدان مرفوعة فاعلة حاط رفعي بتيا بألفكي بس فعل كمان بمفرديات وكضربه ضرب الزيدون فعل كمان اسم ظاهر وزيدونية شو ليه بوكي من دليرة كندا فعل فعل كمان كضربية بس يغي مفردات أما قاعديك يا عم يتتونات واني بلي مطابقة بك ضرب الزيداني ضربوا الزيدون أو غلط أو لغتك ضعيفة كلام كتبه أنا هاتوا كتبه كاني سارة البيدلن لغتي أكلوني البراغيف ضعيفة لغة وأما مصاج كأنكتبه نسيو كالباشي كلوا كلي لدى أو لغتين هنا بس لغتي أصلي أو فاعل مفرد به تسنية به جمع بيت ما دام اسم ظاهر به فعلك بمفرد ديت وتشك وإن كان الفاعل مضمرا وحد الفعل للفاعل الواحد وكون نحو زيد ضرب ويثنى للمصنى نحو زيدان ضرب ويجمع للجمع نحو زيدون ضربوا أما أماك الصورة كتمان فاعل اسم ظاهر به بلام أجر فاعل اسم ضمير بباب الجن فاعل كمان ضمير يكبو هيك شيء نيا أفرمي بمفرديد وحد الفعل بمفرديد فعل للفاعل الواحد وفاعلك فعلك اج واحد ومفرده وكو دليتي زيدون ضربا لا ضربا دا دي قد كيبا وكيمن فاعل كمان هو برابر فعلك هاتوا شنك ضربا صيغة مفردة بس لا ضربا جدا تي هي هو هي ضدتك ويثنى للمثنى واوقتي فاعل كمان اجد اسمي اسمي ضمير بو فعلك اش تصنيه بو ايتر تصنيه دي بفعلكش بلان فاعل كمان اسم ظاهر بو تصنيه بو فعلكش تصنيه دي بيت ويثنى يعني فعلك تصنيه دخوا للمثنى بو فاعل تصنيه كضمير بو وكوتي الزيداني ضرب اذا قد قد كلبه ضربا لركان دا فعل تصنيه يا دي فعلك شي شيء ألفك أيوني أما وكاتك كاسم ظاهر كله في شوديت هذا تقولتي زيد ضربا الزيداني ضربا تقولتي يا الزيدون ضربوا ويجمع للجمع وفعلك بجمع دي بفاعل جمع وكو الزيدون ضربوا يسأل واقعدا أصلي فاعلك لمعنى ده زيدوني كله في شوية لمعنى لأن للفزنا شوكا فاعل بس الفعل خويدا بيش ناكبت بلان اسيب بواوي جمع تعبير له جمع دراوتان فعلك هم جمع هم فعلك شي جمع حالي بموكي من وإن كان الفاعل مؤنثا حقيقيا وهو أعمى وهو ما يوجد بإزاه ذكر من الحيوانات أو جملة معترضة أنس الفعل أبدا أجر فاعل كمان مؤنثي حقيقي بو
مؤنث حقيقي أو يكل برابري أو مؤنثيان نيرج لحيوانات بيض. أجا فاعل كما مؤنث حقيقي بو أنس الفعل أبدا. مؤنث ده بفعل كمان يعني علامة تأنيث بفعلك وده بيبقى أبدي. بيكشرت إن لم تفصل بين الفعل والفاعل. بشرتك فاصلة لبين فعل فعل روي ندابت. وكتي قامت هندون. إسلير دا فاصلة لبين فعل فعل روي نداو. بس هند مؤنث حقيقي. أبو تشونك كهند هيا أو أبو صوفيان كميردك ولا بلا بلي هابو. هندي تشكا هي أو زيد هي لا بلا بلي. هندي تشكا هي وعمل هي لا بلا بلي. أو. دي فعل كمان كقامة علامة تنسبة خويلك. بوتي بووي بيمان بلا الليرة دا فاعل كمان تيا مؤنثة. بانجري أو يكارك. بلان فإن فصلت فلك الخيار في التسكير والتانيسي. أجر فاصلة لبين فعل فاعل مؤنثي لبين فعل فاعل مؤنثي حق خيار دا تو مختاري حق انتخاب ده اللوية فعلك بمذكري بيانيك يا بمؤنثي. وكو ضرب اليوم هند. هند مؤنث حقيقية. فعلك ما ضرب يا بظرفك اليوم فاصلة كوتوا. إيتر تشيشي يقنية ليردا قبلين ضرب اليوم هند. علامة تنس لسي لفعلك وكي. بلام إن شئت تقول ضربت اليوم هند. أقل اشتادي بتماني بلاي ضربت اليوم هند. أمشي عن صحيح ها. أوليا قوينيا دوام ينصحيها جاء أنفاصلة ليرة دا إشارة ندا بلان لكتبه كانيكا وكشتيكي هميشكي بيانيكا دلان أو فاصلة كدا بيني فعل فعل رودة دا بي غير إلا بي أجر إلا فا بإلا 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 أداة استثناء فاصلة لبيني فعل فاعل مؤنث حقيقي كوت دروزنية فعلك بمذكر بيني بمؤنثي بيني أهو. مثلا ما قام علي إلا هند زور ضعيف ضعيفة بلاي ما قامت إلا هند بو تشونك هند فاعلي أبيني أو إيش العلاقة نداري كبيني بس أو فاصلة كبيان ذكرية قصيلة ذكرية ولما دفرمون فاصلك كلبيني فاعلي مؤنثي حقيقي داو لبيني فعلك يا هيا فاصلك إلا نبت شونك أجا إلا بو أو فاعل يدا محزوفة أو اسم ظاهرة فاعلني لغا ما قام إلا هندون دخويني يعني هندون اسم مؤنثي حقيقي فاصلش بإلا كوتوا بلا أن زور زور ضعيفة ونال بارة بلي ما قامت إلا هندون بو شونك هند أو فاعلني أو مستثناء مفرغة فاعل كم حزوفة كم مستثناء من وكيا أصلك أو ما قام أحد إلا هند إلا هند جلي بوكي من أو قيدها يا. وكذلك في المؤنث غير الحقيقي أم بحث أم بحث خاصة هل بمجورها يا يعني كتو مؤنث كمان فاعل كمان مؤنث بلا مؤنث حقيقية تو مختاري حق انتخابتها يا فعلك علامة تنسي بيو بي يا نيبت يعني أجا كاتيك فاعل كمان مؤنث حقيقي نبو وكو طلعت الشمس الشمس مؤنث مؤنث مجازية يعني لفظي لفظة مؤنث بو تشونك لا بلها بل أم شمس دا شمس كيميني يخو فاز دتواني بلاي طلعت الشمس وإن شئت قلت طلع الشمس وده شمعي بلاي طلع الشمس الدي قفر من أو لا أم كتابة داو لبر كتابة وادر داك يجاجون جو بقلن لم كتابة داو لباسيك لم يعني لم شوينة دا كفاعل فعل كمؤنسي حقيقي نبي وكو الشمس كالير مؤنسي حقيقي نبي لم كتابة داو لزول تبا وادر داك يجاجون بنجا بنجايا بلاي طلعت الشمس يا طلع الشمس بلانا وانيا يقدر من اذا بلا القران شها معنا قد جاءتكم بينه من ربكم اش معنا قد جاءكم بينه من ربكم جاءتكم باعتبار بينه
لولا شو اعتباري بدان لو قد جاءكم بينة اشتوى من هي دماميني بيابيكي قوليا لا دواء ابن هشام بوا فقيه مالكيا كتابي لنحو الزور باشن شاكاركي قوليا هي لنحو دا شرح تسهيل ابن مالكا والزور زور 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 إرادة مندو مخلصي ابن مالك عجابة على عقي زور بوبيا وهي لهر شو نكاكسيك رد لسر ابن مالك لدى تواني جرقي بجان ديت دفاعك جانانا دكا او ديك دفاع لابن مالك الوا دفاع لك روكي خوينا كدوا لم شرحي كيشي هي لسم مغني لبيب كو يجيك لمنتقداني ابن هشام دفرمي أأوي مطلبك أفرمي لو صورة دا كفاعل كمان مؤنسي حقيقي نبو آية فعلك علامة تنس بي وبي يا نبي أفرمي أرجح أويا فعلك علامة تنس بي وبي دلبو على تواي قرآن برسي كردوا نزيك بنجا شوينيكي وهاتوا كفاعل كمان مؤنسي غير حقيقية بنجا شوينيكي هاتوا فعلك علامة تنس بي وبي فلان دفرمي لدو صد بلو سر هيا كمؤنسي غير حقيقية فاعلك فعلك علامتي تنسي قلتو بس زوري شد دليل لسه ترجحي شد بس هر اوا طلعت الشمس ترجح تدري انك طلع الشمس او مطلبك هذا اذا كان الفعل مقدما على الفاعل امل بعسي مؤنسي غير حقيقي دا اما كاتيا كتولتواني فعلك علامتي تأنيسي بيو بيا بيو نبي كفعلك لا فيش فعلك يو بيت وكو طلعات الشمس ايواني بلان واما اذا كان متأخرا اقا فعلك دواكوت انس الفعل وكو الشمس طلعت اجا امليت انتيك نجيب لينما شمس فاعلو بيش كوتوت شون كفعل بيش ناكوي او بحسيك جزئتان بوكم بلان شمس لمعنى دا فاعله وچونك لطلع دا فاعل كمان مستتر كجيه كهيه جوليا جاء وقت دركات فعلك دواكوت واسمك ظاهر مؤنسي غير حقيقي لبيش يوبوك ومبتدا بيت يتر واجب فعلك لم تنسي فيه وچونك او فعلا نسبة دربر وقل لإسنادك دا كوقت لبيش يويت اسمك قطعا دبه برابري بيت مذكر بيبه مذكر فعلك ديني مؤنس بيبه مؤنس دي يعني تكاري بحقيقي وغير حقيقي نيا ليردا الشمس طلعت وقت لي هند قامت واجبة واجب شو بلي الشمس طلعت إنت فرق يعني اللي ردا بوشون كلا قامت يرى أنا قامت دا فاعلة كهية دي أم فاعلة كهية اللي ودا أبي برابري مسند إليه كي بباكم مسند إليه كتير الشمس مسند إليه كزيد بيد الله زيد قام أيوانيا قطعا هو واقعيتها ككذبت يا بزاند ريوشت وجمع التكسير كالمؤنس غير الحقيقي جمع مكسر جوك مؤنس غير حقيقي وايه يعني شي يعني اجر فاعل كمان جمع مكسر بو اجازه هيا فعلك علامه تانيسي بي وبيت اجازه شيا فعلك علامه تانيسي بي ونبيت وكو قام الرجال قامت الرجال باشترين توجيك كراو ابن هشام جدواي لسري بحسي هي أي فرمية توجيه جار الله زمخشري خوار وحشاتك يا أخو أفرمية أقل جمع مكسرة علامة تانيس بفعلك ونا أو بو قيديك أو جمع مكسرة فاعلك إني لو عقيدة فاعلك ما اشتيتشك قيد جماعتها يعني قامت جماعة الرجال أو دي جماعة مؤنسة قامت جباشة مؤنس به وأم ذاكرت قام الرجال بو قيديا فعل كمان رجالي وكلمي شكي واقعا جمع الرجال قام جمع الرجال دي جمع مذكره بقى مش مذكر او ان شاء الله لشرح شذوره اجل تمنت مدي خوين انتهاتي ويجب تقديم الفاعل على المفعول اذا كان مقصورين او اللي ردا بيجوك او بحسبلين او تان على سكام كفاعل اجازيني بسر فعلك خويدا بيشكيت بدو دليل دليلي سريكيان أو يباب جان فاعل جزء لفعل كداد اندلت دي استيه كلمة رجل دتواني لامكي بياني بيشوا
الركيبة اللي الباوة بلي جرل نتواني دقيقا لا 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 جاكاك او دا فاعلش فاعل وكو جزء لفعلك وايا لشرح امثله دا كمن ضلم اقل لما طولش بخويني علامه دهرج بنياز البمتي بمقدماتي انا دبيت لا شرح امثله دا لبحثي ضربتو دا لبيل دبي وقت نصرتو يا ضربتو هركامي كان بفرقنا كصازي دا كصيغك ضلكتي متكلمان بيونا وفاعل بجهة الشدة اتصال بفعل أها على أو فاعلك تيك الشدة اتصال بفعلك ويعني شيء يعني فاعليا لجزء إجل كلمة دانا هو بويا بيك ساكن دكان أجا فاعل أها جدي قد كف ضربت أو تي فاعليا مقتضية بيش وكي ساكن بيت ديتي لابا فعل فعل لابا بلا ضربك ضربك زميني منصوب مفعولة ساكنينك بو أو ارتباط وثيق عجيبك لبيني فعل فعل ده هي لبيني فعل مفعول ده نية بس فعلناته أنا بيشكوت شون كجزء كلا فعل أو يك دو أقريش بيشكوت إنسان نازل فعل فعلة إنسان زامن تلاو خبره يصير قام زيدون دزاني فعل فاعل بلان كتو زيدون قام كزناتو انا بلا ما فعل فاعل واقعا بجله دليل يقيني انسان زاني سي متدا خبر التباز رو داد بلا جا واجب فاعل بسر مفعول دا بيشكي اذا كان مقصورين اقل شيء اسم مقصور البد اللي بيشكوتيني فاعل بسر فعل دا وجاد سي صورة بان هي صورة هيكي اويا اصل اويا فاعل اللي بيشكو بنفل دوابت او اصلا أجا هدو كان اسم ظاهر من أصل أويا فاعل لبيش هو بمن فلسي بلد وابد بلا صورة هاك من هي واجبة في البيش كيت صورة هاك من هي واجبة فاعل لبيش هو بمن أما سي صورتك حمو يبا تكميلي نقول منيش لترسي أو كدريج داد رجنا كم ناتوانم توضيح كده مزورتر با لأصلي شوارتشي وكتابة كدو تانا كمو ألا ويجب تقديم الفاعل على المفعول إذا كان مقصوريني أفرمي واجب فاعل بسر مفعول دا بيش كبه كاتهر وشان اسم مقصور اسم مقصور خوين من او ايك آخري كي ألف بتوى إعراب قبولنا كات چونك إعرابي لفزي قبولنا كات إتمنى نازانين داخو كاما فاعل وكاما مفعول وخفت اللبسة وترسي التباسد به يعني ترسي أود به فاعل مفعول اللي تكتش چونك هذه كي لفظينية كي أراب وربقية إثمانات واني نوكارك من كوتي ضرب مصاعصة دادي قد كا إيسا ضرب مصاعصة إما ناتواني بلين إيسا فاعل ودواك وتو ودليل ماني بوشونك إيسا كدتواني لي دربي أنجام داري فعلك بيخو مصاعصة داتواني دا شونك إعرابي لفظينا قلنو التباسك إلي ردا إما ناتواني بس حكم داكين لصورتك كفاعل مفعول هدو كان اسم مقصور بون علين بصورة وجوبي واجبة او اولا انتبهت فاعل بيت دوم انتبهت مفعول بيت اما قانونك عامة كاتب فاعل مفعول هدو كان بوشي من كاتب فاعل مفعول هدو كان اسم مقصور بون اعرابي لفزيان ورنة دقرت بصورة وجوبي واجب دبيت كتب كين فعلك اللي في شو بيه مفعولك اللي شو بيه للدوام فرقناك هذا وكاريك أود زانين أو يكل أول أبو فاعله أم ده بتسيب زانين دلني كمان فاعله وده فرمي بوان دزانين شون كاسم مقصورة واجب أوي أوان كلا دوا ضرب أبو أوان فاعل بيت يتر كمان نية بلن أو دوام فاعلة لو صار ناس نوع فاعلة كا أو أو بوتش بالليل ده عليك إذا خيت السر أو عن كفاعلة بوي وين ناسي منظور أو عن به أرى عليك إذا خيت السر أو بلا بلا داستانك كده جيران الذهنية تبغى مخاطبة كده لزكي دواتر بقى لك كاركي أوان ألي كده بيتسر كفاعلك يا بلا بلا
ويجوز تقديم المفعول على الفاعل ودرس شاف مفعول بصر فاعل له بيش كبه إذا كان قرين إذا كان قرينة البت أو هش معنى مفعول واجب بصر فاعل له بيش كبه إيش كاتك كمفعول كمان تبت ضمير متصل بت أيوانية أو بحسي لين هكذا نهمل لنا ده خلي دقيقين بو بحث هاي بعدي وكتاب هاي بعدي إما يعني أو صورتهش معنى هي كواجب مفعول بيش كوي اللي تان تيجنا تسيت جالي هذا دروس مفعول بيش كوي بس فاعلي ده كاتا قرينة بو بلغة بو دليل بو مع كوني ما مقصوريني لحالك إجدا حدوك شان اسمي مقصور أما بدليل بلغة دروس إن لم تخف اللبسة أجد ترسي التباس أو النبو كفاعل مفعول اللي تيكتي بلغة ودليل ودتواني وكاربكي وكوتي أكل الكم مثرى يحيى أما قرينة قرينة عقلية كم مثرى يحيى هذا كان اسم مقصور بلا قرينة عقلية قرينة عقلية أو هرمي خو يحيين أخوة فضوي كده أخوة شيء أغا يحيى نك نك هرمي هرمي دخريت نأخوة أو يدخوة شيء يحيى كي إتو مش شخصه بلان أميش كاتكم مصرى ناوي نفريق بيش تكتيك تيتو دوبارا شو هلية مثلا كسي ناوي نكم مصرى شتاك وق أولي ليدة وكو مصاعساك ليدة تاوانا إتدى بي أوي أولا انت بفاعل بي بلا وقت يكم مصرى منظور من بي أو نوع ميويا أو دروس تو تشيرشيني أو بيش كفيد مثلا يقني وكاتو وضرب عمران زيد أما قرينة قرينة لفزية بابجا شو كعمران إعرابي قلتوا منصوبة ديخو فاعل منصوب نعمك هو مشخصة ويجوز حصف الفعل حيث كانت قرينة دلست فعلك حذف بكري كاتك وبلغيك ببيت جوليا وكو زيد اوكي كشتان بودرام زاق قرينة كتان بيغلمتيا في جواب من قال من ضرب كابل ضل تشري لا تضلتي زيد فعلك حذف كدوة يعني ضرب زيد وكذا حذف الفاعل والفعل معا أصلا دروس فعل وفاعل تقرأ حذف كي لقال يك وكو نعم أساسا لبيج نعم دا يا لدواء بلم يا لدواء نعم دا لخزمة أنا عارس كان فعل وفاعل كي ومحذف بوا في جواب من قال أقام زيد تولي نعم قام زيد قام زيد وكي لا دبيتو نعم كي ديال ياري اللوي أولي أنه لم يدو يمين دا قرينا سؤالي كابراء سائلك برسيار دكا طلع من ضربه شيء ليدا إنت تو تازك سائلك فعلك ذكرك الدوا كضربه إنت تو لازم ناك ذكرك إتوانه ذكري سائلك أبو فعلك أبي تبلغ أبوي كواتو تشي فعلك حذفك بلا زيد يعني ضربه زيد لو يدوي مشان ده قرينك هذي هر سؤال سائلك يا أو برسيارك أو أغادك هذا لي أري أقام زيد فعل فعلك ذكرك الدوا كقام زيدنا تضل شيء طولنا تو كشيء يغني له هذا قصي أخير بان أويا وقد يحذف الفاعل ويقام المفعول مقامه فاعل جاري وحذف دبيته مفعول لجاكا كيدا دنيشت يعني جاكا فاعلي بردكاته ليقريتا ولي ايوش إذا كان الفعل مجهولا ايوش كاتك كفعل كما تبت مجهول بيت وهو القسم الثاني من المرفوعات حركه هو بشي دوم التي لمرفوعات صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أوجه بحثك من هي لرداء لدرس عين دوا بحثك